إسرائيل مباشر من أجل الفلاح المصري، الفارس اللي اتحمل سنين طويلة علشان يأمن غذاء مصر. أهلا بكم في الزراعية مباشر. الأسمدة دايما بتشغل بال الفلاح. مصر اللي علمت الدنيا الزراعة النهاردة بتستورد غذاء. الإمكانيات اللي موجودة في الدولة تقدر تنجح الزراعات وتقدر تساعد الفلاح. الزراعية مباشر ما فيهوش خطوط حمراء. اهتمامه بالفلاح البسيط. الزراعية مباشر موجود عشان الفلاحين يشوف شكوتهم ايه. الزراعية مباشر مع الإعلامي سامح عبد الهادي على الهواء مباشرة أيام الأحد والاثنين في الرابعة عصرا.